بخير عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا، المهم هذا الصباح انا فقت في الصباح صوناري التليفون، واحد الكليه كانت صيفطتها لي، واحد الكيوت، واحد الزوينه، واحد الغزاله ديالي، حبيبه ديالي صراحه، هي من العائله وان هي صغيره كاع في العائله. وكنت لما كنت كنهضر معاها في الانستغرام هذا في الاول ما كنتش كنعرفها من العائله، عاد عرفنا راسنا، راه المهم عرفتها راه كتجينا وداك الشيء. المهم صيفطت ليا شي حويجات من المانيا وغنشاركهم معاكم. المهم كانت صيفطتهم لي دابا تقريبا عندي واحد 20 يوم، قلت لها بلا ما تعذبي راسك، قالت لي لا غير واحد الكادو، واحد البتي جيست وصافي. ولكن صراحه فرحتني بزاف والله، زعما كنقول لها شكرا بزاف. المهم ما نطولش عليكم، غنشارك معكم شنو كاين في الكليه، ضروري نفتح معكم اول كادو كيوصلني واول هديه غدا نشاركها معكم في اليوتيوب. وان شاء الله موراها راه عندي بزاف ديال الحوايج اللي غنشاركهم معكم، بحال لاباط نتاع لي شوسون تاعي غنشاركها معاكم. المهم الفلوغ غادي يكون متنوع اليوم، خليكم معايا. هلو هلو، طالعة من هنا ريحة الحلوة، أنا نكتاشفو. الحلوات شوفوا بزاف هذاك الشيء مازال غادي نفتحوا معاكم ان شاء الله، بزاف د الحوايج صافطت. ولكن توميست هذا ومسكينه كاسبه فيه فؤاد حتى بكيت، زعما سيغتو تفكرت فؤاد
المهم نشارك معكم نتوما وشوفوا درت لو باك ديالو. واو هادشي زوين بزاف. دايره هنايا لا فيغني نحيدهم مكياج. مهم واو بزاف زعما والله سورتو فؤاد عرفتي. والله الا شكرا بزاف بزاف بزاف. المهم نكمل معاكم والله الدموع ما راح حبسوش. او شميعه كيعجبوني هاد الشميعات الصراحه. هي وحده اخرى واو شي زويد. بغيت هذا الباكيت فؤاد ها هو خليه له هكا حتى نديه ليه ان شاء الله. مول الحليوات والله الا زعما انتم ما طلعت فيه ديال بصح بصراحة. والله العظيم كبرات بيا. المهم غنشارك معكم شي حويجات ما باينينش دابا نشاركهم معكم حتى هما. صفطت ليا لي ماسك داك الشامبون صراحة زوين كنستعملو لشعري زوين بزاف بزاف. المهم ترفيه بزاف البوكس فؤاد. فاللي ما كيعرفش فؤاد مبقاش زعما معايا هنايا بغيتش نبكي ولكن قاصحة بزاف ولكن الحمد لله. المهم فؤاد بزاف البنات سولوني في الانستغرام فؤاد ما بقاش معايا ولا عايش في دار جدو كيقرا في دار جدو الحمد لله. يعني تهديك دارهم الحمد لله تهديك عائلته اللهم لك الحمد مهلين فيه زعما والحمد لله ما نقصد حتى شي خير. ايه هو قلب الام. المهم ما علينا كنبغي نشكرك ناديه بزاف وفؤاد غيبقى يشوف هذا الفيديو هذا. المهم هو البوكس ديالك راه واصل نخلي لك دوك الحليوات كاملين غنجيبهم لك ان شاء الله. المهم والله العظيم الا فرحت بزاف واللي بكاني هو صراحه يعني مو ما عرفتش نقول لكم مسح دموعي ورجع لكم. دموع ما بغاو يحبسوا صراحه مين شفت الكادو ديال فؤاد والله ما بغاو الدموع يحبسوا والله العظيم. المهم ان شاء الله الكادو ديالو راه غادي يوصلوا غادي نديه له. هو ماشي في نفس المدينه ولكن ان شاء الله غدا نمشي عنده ان شاء الله ما بقى والو نمشي عنده باش نشوفو حتى انا توحشتو بزاف. المهم اللي كيسولني بزاف البنات كيسولوني وانا من النوع اللي حياتي ما بغاش زعما نبارطاجيها ونعاود مشاكلي او شي حاجه. فالحمد لله فؤاد راه في دارو يعني مع جدو جداتو اللهم لك الحمد تهديك راه دارو مهلين فيه ما خصو حتى شي خير. يمكن الصراحه واخا انا كنت كندير اكثر من في جهدي ولكن حتى هما الصراحه ما مقصرينش من جهته اللهم لك الحمد راني مرتاحه ولكن غير الوحش. ويعني بحال لي فؤاد راه ماشي ولدي ولكن راه واحد العلاقه بيناتنا راه بحال صحاب بحال خوت. ومسكين زعما الدقه اللي كتجيني انا حتى هو كضرو يعني مسكين دوز معايا الخايبه والزوينه. و نطلب من الله يعني ان شاء الله ربي يعطيه ايام زوينه والتوفيق في المستقبل ديالو وتكون هذه الخطوه هذه ايجابيه ليه وان شاء الله للمستقبل ديالو. انا ديما كنقول كان هذا كنفكر المستقبل ديالو يعني القرار جا للمستقبل ديالو ماشي شي حاجه اخرى. وهذا ما كان مهم والله ما نطولش معكم ما بغيتش نهضر في الموضوع بزاف. انا دموعي ما غاديش يحبسوا وخليكم معايا تشوفوا هاد الشامبون هذا. كنت كناخدو من عند واحد الولد واعر بزاف 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 وكانت سولتني قالت لي انا شامبون قلت لها راه واحد الشامبون عندكم تاع باليا راه زوين بزاف. ومسكينه صفطت ليا راه دات تقريبا كيدي لي انا شهر يعني عفسي كونسونطري وزوين. انتم شهر جوج ثلاثه ست شهور ما دير ست شهور
كلنا نبيع. المهم هادو شوفوا كتبه كل شيء تبارك الله، عند داك الشيمته والكتبه هادو لي بول نتاع البان، هادو خصهم غير شي جاكوزي. الله الله واش دير راسك يا لبنى لداك الجاكوزي. صراحه زوينين بزاف، هانتوما فيهم يعني بالانواع، وتبارك الله عليها كل شيء منظمه. هانتوما شوفوا هنايا دايره هادو هادو لا سيل دو بان تا هما، فهمت بحال بحال نتاع غنشوف معاكم ونكش غنفتح معاكم. هذا بحال لا جيل دوش، هذا نشوف شوف هانتوما هانتوما هانتوما، هذا بحال فيه بحال الغبرة، هذا تا هو. هذه تا هي كتبه فيها، هانتوما كتبه فيها لي ماسك، هانتوما انا راه واخا كيك راه كنعرف الالمانية يعني، ما تقولوش راه ما نعرف شي. وهذا وهذا، المهم هانتوما تا هما هادو زوينين كل حاجه. ودي علاش صراحه كيعجبني انا هذا الشيء هادو ديال تحت العينين، هذا تا هو جلدوش، ها هو صافت عاوتاني هادو. هادو هادو بحال الزيت ديال الشعر سبراي، يعني كديريه من بعد ما كتنشفي شعرك وداك الشيء. صافت ليا جوج منو، وهادي ديال الصابون، وهادو الشميعات. شوفوا شوفوا الشميعات كيحمقوني انا الشميعات صراحه. صافت جوج زعما على اساس واحد عليا وحده الفؤاد. وهذه حتى هي ديال الصابون، هذه البيوتي بلاندر، او هذا تاع ريفوليسيون حتى هو. صفتت ليا لي باليت تاع ريفوليسيون، شوفوا ها الباليت الاولى، الباليت الثانيه، هادو الصبايغ الصبيغات. خلاص الحلويات ها نتوما، ايوا ضروري من القهوه، كلشي على القهوه. خلاص الباك د فؤاد هانتوما، هذا كنفتحو كنبكي. ايوا هادشي اللي كاين. المهم البنات هنايا عندي لاباط اللي عجنتها البارح بالليل، لاباط البنات فيها الزبده والملحه والماء عادي من الروبيني كتاخديه. المهم كترملي العجينه، راه عندي فيديو سابق في الاخر يعني كترملي العجينه، غادي نحطو لكم في الديسكريبسيون تحت نتاع الطريقه ديال العجينه ياكو. المهم انا قبضتها قسمتها هنا على 6 د ليبول، فهمتي على شحال ما عطاتكم؟ عطاتكم 8، درت انا غير واحد الكميه غير النص. هاد 6 د ليبول باتوا في الثلاجه ليله كامله. دابا هاد 6 د ليبول غادي نوريكم الطريقه كيف غندير ليهم. ضروري نوجد هاد سيدي دلاك، الله يعميها لشي وحدين، الله يعميها لشي وحدين. وخلاص الطحين اللي باش غادي نفرق العجينه. المهم هانتوما معايا. فالبنات انا كي شفتو جبت الاول قطعه طلقتها بهذه الطريقه، هذه غنطلقها. مهم انايا كنطلق العجينه وكنقلبها، هذه هي طريقتي في الدلك ديال العجينه، ما كنخليهاش على وجه واحد يعني كنبقى جالسه وكنقلبها. مهم هنا درت الطحين اللي غنحطها على جانب، وغدا ندوز للكره الثانيه حتى هي نفس الطريقه حتى هي باش نديرها على ختام. مهم نبقى بنفس الطريقه حتى نكمل ديك الكميه كامله، وهانتوما غتشوفوا معايا في الفيديو كلشي مشروح وكلشي مفهوم. مهم انا تلبيه للجميع البنات العزازات عليا في الانستغرام، والله تبارك الله الحمد لله، والله الا كاينين بنات الى متابعات وفيات
وتبارك الله هاد الفيديو هذا اللي سبق، وخا ما كانوش فيه التعاليق بزاف وهذا، ولكن تبارك الله شي 20 وحده اللي صفتت لي في انستغرام عافاك بغينا لاباط راها كتحمق. حتى من صاحبتي اللي خدات لي شوستون هذا قالت لي لاباط هائله بزاف بزاف بزاف، قالت لي تستاهل انك تبارطاجيها مع زعما في اليوتيوب ومع الناس. وصراحه انا ما كنبخل على حتى شي واحد بشي حاجه، يعني ما ماشي من داك النوع اللي كنقول لا وخدمتي ما نوريهاش ولا رزق الله، واللي بغى شي حاجه بالعكس راه كيعيط لي في التليفون وكيسولني وكيقول لي فردوس شنو ندير في هادي وشنو ندير في هادي. هاني داك الشيء اللي سخرني به الله، انا كنعلمو يعني اللي بغاني في شي حاجه ما كنردهالوش في الوجه. المهم انايا كيف شفتو بعد ما طلقت العجينه كامله، ها نتوما 6 الكويرات طلقت وحده على وحده، وضروري كندردر شويه الطحين ماشي بزاف غير شويه هكذا باش ما كيتلصقوش، يعني باش ما كيجيوش معجنين، كتجي ورقه يعني مفروزه على اختها. وغدا ندور نجمعهم كاملين، ها نتوما معايا في الفيديو. البنات هنايا من كنطلقها المهم ضروري ما كتفورسيو شي شويه لانها كتكون بحال قاصحه فغتعذبكم شي شويه، ولكن ماشي مشكل. مهم ضروري ما تخدموها مزيان، وركزوا على القضيه انني انا كنقلب العجين، ما كان يعني ما كنبقاش دايرها غير على وجه واحد باش كتعطيني ديك التوريقه، وكتجي العجين كتجي يعني ما كتجيش لا غليظه من جهه ولا رقيقه من جهه ولا شي حاجه، كتجي نيشان هي هذيك. مهم انتم معايا، نتمنى الفيديو انه يكون شارح نفسه، ونتمنى ان يعني يكون واضح معاكم. بنات انا بعد ما طويتها بهذه الطريقه هذه كيف شفتوا معايا في الفيديو، فانا درتها في الثلاجه تحت تقريبا واحد الساعه، عاد جبتها باش نخدم بها. هنا خلاص كنت موجده الحشوه ديال الطون وبصيله، المهم شويه ديال الحار حتى هما طالب ليا هاد لي شوستون هادو، وانتم معايا. فمن غنجي ندير لكم البنات، من غنجي ندير لك العفو العجينه راه شويه المهم كتعذبك شي شويه، ولكن ما عندك ما ديري غتصبري ليها لانها كتجي في التالي زوينه، تستاهل انك تصبري ليها صراحه.
البنات المهم هنا كيف شفتوا فهذا هو السمك اللي كنخليها ليها لان كيتنفخوا اكيد طبعا بغيتو نتوما تخليهم غلاضين كيزيدوا يتنفخوا بغيتو بهذه الطريقه هذه فانا كنكتفي بهذه الطريقه هذه وكنزيد بعد ما كان هذا كنزيد نطلقهم عاوتاني بالدلاك ما كنخليهمش هكاك يعني باش كيعطيو شويه ديال لاسباس فكيف شفتوا العجينه تبارك الله خرجات الخير والبركه وعاد شاط الخير. هنا البنات شديت البصله خضاريه وشديت هذا الحريف هذا ديال البصله خضاريه صراحه ملي كيكون جديد كيكون كيجي زوين زوين بزاف تعمروا به اي حاجه بغيتوها فانا درت واحد الكميه كبيره اللي غادي نقسمها تقريبا ل 4 الحشوات او 3 والله ما بقيت عاقله. المهم اول حشوه غادي نستعملها في واحد العماره غادي نشاركها معكم. هنايا كتسبيله درت مليحه كمون شوية البزار تحميره زيت زيتون وصافي شوية الحار الهريسة اللي كيبغي الحار اكيد طبعا غيضيفو اللي ما كيبغيش راه ما يضيفوش صراحة كيجي زوين زوين ولا لقيتو خصو يكون جديد بحال خديتو انا عاد جديد. هنا عندي الشامبينيون طري عندي صدر ديال الدجاج مقطعه صغير فكيف قلت لكم نقسمها على ثلاثة الحشوات فهنايا كيف شفتو يعني بعد ما طاب لي الدجاج والشامبينيون هنا عندي لي زيبيناغ حتى هما ضفتهم فكيف كتعرفوا لي زيبيناغ ما كياخذوش الطياب بزاف فانا ضفتهم حتى هما جدادين كيجيو زوينين وعصرت عليهم الحامض يعني فكتوابل استعملت صوص الصوجا الثومه الحامض صافي هادشي اللي استعملت. ديجا عندي البصله مقومه وهنايا ضفت واحد القليل من الكريمه ديال الطبخ وضفت جبنه ديال الموزاريلا كيجيو واحد البريوات هائلين البنات لذادين بزاف فكي شفتوا لي زبيناغ ما كتاخذش الوقت بزاف يعني هي التاليه كنخليها صراحه عاد لقيتها عند البنات اللي غادي يسولوا يقولوا في لقيتي لي زبيناغ لقيتها عند الخضار المعروف راه كلشي كيعرفوا جيت سوق الجمعه فداك هو الخضار اللي كيجي باي حاجه بغيتوها. هنايا ضفت الموزاريلا كيف قلت لكم وغدا نضيف الشعريه الصينيه صراحه كيجيو لذادين بزاف هاد الحشوه هادي كتجي بنينه بزاف في البريوات او السيجار مهم تشكليهم علاش ما بغيتي ديريهم بريوات او سيجار كيجيو لذادين بزاف. هنايا كيف شفتوا ضفت لها الشعريه مهم الشعريه تشربت داك لاصوص وما جاتش معجنه بالنسبه للبنات اللي خافوا انها تكون معجنه بالعكس راه ما جاتش معجنه هانتوما بعد ما بردت الحشوه. هنايا عندي هاد الحشوه هادي ديال الدجاج والشامبينيون لي زيبيناغ هادي بسطيله ديال الحوت خلصت هي مشاركاها معكم وهادو مسمنات حتى هما اللي غدا نعمرهم السيده بغاتهم غير بفروماج غدا نعمرهم بهاد الفروماج هذا موتزاريلا ونعمرهم بكيري المنسم وشي وحدين غدا نديرهم صراحه بلي زيبيناغ وبصيله حتى هما قولي شي وحدين غدا نعمرهم. المهم نشارك معكم واحد الطريقه سهله باش تعمروا ديال مسمن بالفرماج ها نتوما تبعوا معايا المراحل هذا اليوم الثاني اكيد ما غاديش نخدم كلشي البنات في نهار واحد. المهم هذا اليوم الثاني شاركته حتى هو معكم قلت علاش لا ما نشاركش معكم اي حاجه نديرها مهم تحمست انني ندير لي فلوغ يوميا شنو بان ليكم هو خصكم تشجعوني وتخليوا لي تعاليق زوينه زوينه بحالكم واكيد طبعا من لقى التعاليق زوينه ولقى الواحد بالنسبه للمشاهدات واخا ما كيهمنيش واخا يكون غير 50 واحد غير 60 واحد ما عنديش مشكل المهم يكون انها مشاهده حقيقيه ودائما تكون من القلب. المهم انتم مع الفيديو نشارك معكم سيمنات الطريقه ديالي في التعمار ونتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وشكرا لكم بزاف الناس اللي كيتواصلوا معي في انستغرام وشكرا على التتبع ديالكم.